يا ابن عمي، بس بيقول المنطقة دي عليها مشاكل وألغام. لا، المناطق معزولة والباقي على الحدود والأطراف بس، وكل شغالين هنا يعرفوا أماكنها زين ويعرفوا كيف يفادوها. يفادوها؟ يفادوها حيروحوا فين يعني؟ على المقبرة. مقبرة يا ابن عمي؟ احنا وعينا على المنطقة واسمها المقبرة، بتجيها مقاطير من العالية جو محملة بالصهريج الكبيرة، يدخلوا بيها المنطقة ويخرجوا من غيرها. صهريج؟ انت قصدك الصناديق الكبيرة اللي فوق العربيات النقل دي؟ تبلع 5-6 عربيات صغار. عارفها. محملها ايه الصهريج دي؟ لا، العلم عند الله، ده حتى سواقينها اللي بيجوا بيها من يمينة ما بيعرفوا شو فيها. لا يا راضي. طبعا. تعرف حد من سواقنا؟ الرئيس قنديل. والحمولة دي بتتم كل قد ايه يا رئيس قنديل؟ كل شهرين ثلاثة او اكثر. الحمولة بتيجي على مينا بدمياط، من جبهة ومندخلها جوا المعسكر. قصدك المقبرة؟ هم سموها المقبرة علشان الألغام الموجودة جوا في بطنها، والحمولات دي بتيجي علشان تفكك الألغام دي من الأرض خالص. لا يا راجل، يعني الحمولة دي فيها معدات تفك ألغام؟ أيوة، أمال إيه؟ يعني بس كلام الناس بيقول إن... سيبك من كلام الناس، ما تسمعلوش. طبعا السواقين واهل المكان ما كانوش يعرفوا حاجه عن الموضوع، والشركات اللي الحكومه كانت متعاقده معاها ما كانش لها علاقه اصلا بالحكايه. الموضوع كله كان لدفن النفايات. نفايات؟ ايوه. يعني موضوع نزل الالغام ده كان سطبه؟ بالظبط كده، وده اللي الاستاذ رضا اكتشفه وعرف انه بيتم عن طريق رجل اعمال اسمه ناصر نوار، وكان ناوي يفجر القضيه دي كلها للراي العام. طب انت ما عندكيش صوره من الملف ده؟ للأسف لا، كان بيحكي لي بس، لكن كل الأوراق كانت معاه. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا بابا. عملت معاك الواجب صح. عوضت كل القديم والجديد اللي عملناه معاها. طولين جدع. لولاها ما كانش زماني رجعت سليم. عمر الشايبة يا صاحبي. بنت جدع صحيح. رجعت بيك من هناك. سهرانة جنبك ما بتنامش. انت عايز اجيب لك دكتور؟ قالت لي لا، ما حدش هيراعي غيري. بقول لك يا بابا، في واحد اسمه البير نجيب، عايزك تدور عليه وتجيبه في ايدك وتيجي. وماله؟ بس بتاع ايه البير نجيب ده؟ افتح الدور كده. ده في فلاشه جوه. البير نجيب ده اللي هيكمل كل الحكايه. الفلاشه دي عليها كل حاجه، لولا ان انا عملت منها نسخه كان حقي كله راح يا بابا. اديني مكان واحضره لك وقتي. ماشي. لولي صحيح، هي ليلى عامله ايه؟ ازاي ما جتليش لحد دلوقتي؟ مش عارفه ان انا رجعت؟ لا، ما عرفتش، ما حدش يعرف لحد دلوقتي. هو في حاجه يا بابا ولا ايه؟ شكلك كده خب عني حاجة. ليلى كويسة؟ لا يعني حصل لها حادثة بسيطة، لما تشد حيلك شوية نبقى نروح نطمن عليها سوا. حادثة؟ حادثة ايه؟ حادثة عادية يا صاحبي، بسيطة يعني، الحوادث بتحصل كل يوم. لازم اروح اشوفها دلوقتي. لا لا لا، لما تشد حيلك شوية. بكرة الصبح ان شاء الله، بكرة الصبح تبقى احسن، نروح نطمن عليها سوا. أشرف من فضلك طمني، أنا قاعدة هنا ومش عارفة إيه اللي بيحصل بره. ليلى حصل لها كده فعلا؟ الكلام اللي بيقولوه هنا حقيقي؟ إنها وقعت من البلكونة؟ رموها روح. ليلى اترمت من البلكونة.
زين كان عندها، دخلوا ضربوا زين ورموها هي من فوق. طب وليلى ايه؟ ليلى كويسه؟ طمني يا حبيبتي، انا كنت عندها في المستشفى، هي طبعا في العنايه المركزه، بس الدكتور قال لي ان شاء الله هتبقى كويسه. انا من ساعه ما جبت لي سيره اللي اسمه ثروه الزيتون ده، وقلت لي انتوا بداتوا تجمعوا معلومات عنه، وانا خايفه ومرعوبه. وده فعلا حصل، البدايه ليلى وزين، وبعد كده هيدوروا عليك. انا ده اكتر وقت في الدنيا كان نفسي اكون بره علشان اكون جنبها. يا حبيبتي اهدي ما تخافيش. والله العظيم ما خايفه، انا مش خايفه على نفسي، انا خايفه عليك انت يا اشرف. عاوزاك تبعد. تعرف تبعد؟ ما هو مش معقول كل اللي اعرفهم هيضيعوا واحد ورا التاني، ده حرام. يا ربا ما ينفعش تعملي كده، لازم توزني الامور شويه، انا بقول عليكي ناضجه يعني. طب تقدر تقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ فهمني. لو تعرف حاجه بجد قول لي. انا عاوزاك يا اشرف تحط لي كل حاجه قدامي من غير ترتيب ولا تجميل، وانا يقبلها يرفضها. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، انك هتخرجي من هنا وقريب قوي. ازاي بس يا اشرف؟ ازاي دي بقى؟ سيبيها لي انا لو سمحتي. بس يا ربا ارجوكي ارجوكي لازم تثقي فيها. ممكن السلام عليكم يا ماما. انت مين يا ولدي؟ سلام تشوف يا ماما، انا ولدك علي. ولدي علي مات. ليه بتقولي كده يا ماما؟ انواني لسه عيله بنت 12، كنت بسمع كل الصعيد يقول بيت البير مكسوف عمره، ما بيعمرش فيه راجل لحد شيبته ابدا، بيت حريم عادي. لحد ما مات ابوي وجه ابوك، مات ابوك وجيت انت، ربيتك وكسرت بيك لسان كل اللي كانوا بيقولوا ان بيت الميري بيت حريم، وبقى بيت الميري اكبر بيت في الزمام وباسم راجله. اسمك انت يا علي، اسمك انت. بس ده كلام مات من زمن يما. لا ما ماتش يا علي، بيت الحريم عادي علي، بس انه بادي ورجله حي. كلام اللي بتقوليه يماي، انا اكتر لسان اي كلب يسمي اسم بيتنا بالعريم، ده بيت علي الميري ولا علي الميري يما. اخلص سد حنكك النجس على اسم ابوك، انت مش ولدي، انت دعوت امك اللي اتردت. ايه بتقولي كده يا ام؟ ليه؟ ليه؟ فردت فردك، فتحت فرشتك لظهر راجل غريب، حطيت رقبتك تحت مداس الفاشره عشان خايف من ابوك.